من الاول ما همش بشي سبورتيوك برش خطر حد ما وفهمك وين تحب توس ام انتي لازمك تكون واثق من روحك وعارف روحك شنية تحب تعمل So let's get it Got the juice yo no We don't lose no no عندي دريم فراسين ديديكاسي عمري بكلو شاد الطريق سولو قاعدة we don't follow نعمل اللي في مخي وما يهمنيش اش باش يقولو مرحبا بكم الناس الكل اليوم باش نحكي على مبعرون في تونس تفرجوا انا رجعي اسمي محمد بن عمار ما نشبه لحد ولا حد يشبهني دونك فيغ دو ليتر معناتها انا ايام ذا نمبر 1 قال لي فوزي ورسم العزه فيك ندزه بخلف مبعروان في تونس لا تجي شيء يقف معاها كي نبدا انا مش موجود ولا بيناتنا مشكله باش بشبهها ويصلح ما بيناتنا ايوه اش فهم تعيط انت والمراه باهي اسمع يا بار مشي دز دورة تنشي باش مش بيها ونرضيها باهي يا ميريك سينو فيصل ولا يسوي با كونتخ معتها مرتي ماذا بيا معتها الحب مرتي تحل جناحات وتتنفس انا معتها ويا لو حل تحل شنية رد بالك اللي يخطف الناس اللي عادي بيها با كونتخ باليك تغشك تقول لك ارا ولدك انا عندي ثقه في مرتي باش تخرج تسهر بعد نص الليل الساعه ما خليش تخرج لي تسعه حبت تمشي لي بعد هابي اور احنا ما قلناش نص الليل تخرج لي كيفاه ما خلاش تخرج كان بعد نص الليل امتي ما نقولش مطعم محلول بعد نص الليل نركع فيك على صحفة البلاي باش بيك هاي مش لازم هاي مش لازم معناتها بابا كي وقت اللي جاي باش بالحق وجعني على الاخر الموقف راه سانسيرمون فيصل شنو وقت اللي بابا جاي معناتها بني الدار وكل اون فيت هي الدار جات في الوسط معناتها بين زوج جهات فيلا طل معناتها معناتها هو الكوتي اللي منه طل على البيسين وكوتي على البحر يا اخي سالني قال لي يا اخي اسالني قال لي محمد وين تحب بيتك معناها على البيسين ولا على البحر قلت له برا على البحر بيسكو سيف وقتها وبيتش ودنيا فهمت خذيت بيتي على البحر فهمت دونك في الليل دونك في الليل وانا راقد دونك في الليل وانا راقد تحس الموجه يبدا هايج في الشتاء ما يخلينيش نرقد فهمت اعصابي توتر دونك تاو من المنبر هذا يا ريت دونك من المنبر هذا حنكمل كلامي انا منبر من بلاصتي هذه الكرسي اللي انا قاعد فيه نحب نوجه بالحق نحب نوجه معناتها وجه للسيد الوالد با نقول له بيتي بدل هالي على البيسين راني روحي طلعت وسيرتو مازال الصيف طويل دونك ما عادش نحب على البحر خاطر في الليل يتعداوك الكلوشارات ماذا بيا تحطي لي على البيسين انا بعمل راجل لا حاجه سامحني انت ماكش راجل نختار الموضوع على رجل ماكش رجل بالله اسمعني والله ودك مرجنة في با يحب يحول البيت في با اسمعني ما تحشمش مني لو كان ما عندكش بيت فاضية ولا حاجة كلمني نعطيك بيت الكلب نتاعي ما تحشمش مني يا عار بالنسبة لي يجيبوا لي كسكروت ملفوف في جريدة بس يجيبوا لك هما كبار والله هيك مسخ زين ما رضا الله الا برضا الوالدين يا بلاك اسكت بالتي غرا وين المشكل معناتها كان يجيني معناتها كاشي عالي وكل نقبل بوركوا با يا حبيبي وين والله ما نكذبش عليك عندي 2000 والله جايني لي لما بعضوان باش نعطيهم لك عليه باهي مريقة يا يستر اخوي عايشك السلام مرحبا بكم اليوم على راديو الكل في الكل معنا ايمان شريف مرحبا بك ايمان كنت غنينا صوتك مزيان حاجه اكابيلا غنينا حاجه ام كلثوم عايشك اون فيت ميرسي بوكو على الانفيتاسيون اي ام كلثوم كراميل بونبون شوكولا كراميل يعطيك صحه ايمان كنت يا الراجل غصبي مش مجامله مش في وجهك عفريت في غارك رجل تونسي عندي انا لبس عليه بوغوس عنده برشا فلوس عيني زرق خاطر الراجل معناتها هيبته في مظهر مش منك من جابك للتلفزه اليوم ماك وحده وماك 11 يا ولد العريضه حشرات في دكتور لازمك تعمل لها مكه هذي لازمك تعمل لها هكا وجيت تعمل لها هكا باش تشوش